له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة، كتاب الله عز وجل هو الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها جميع صلاح جميع العباد، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وهو بابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأسباب الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه فكراً وتأملاً زادها هدايةً وتبصيراً، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيراً، فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من جواها، وحياة القلوب، ولذة النفوس، ورياض القلوب، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح. هذا وصف كتاب الله عز وجل، ونحن في شهر القرآن. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لهذا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش شهره كله مع القرآن تلاوة وتدبرا ومدارسة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هذا في رمضان. أما في غير رمضان فيقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، كل عام مرة، ومرتين في العام الذي قبض فيه. فقارن بين رمضان وغير رمضان. في رمضان يعرض عليه القرآن كل ليلة، وفي غير رمضان يعرض عليه مرة في العام ومرتين في العام الذي قبض فيه. وهذا هو الأصل في استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، والاجتماع على ذلك ومدارسته، لا سيما في الليل، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل، ويجتمع فيه الهم، ويتواطأ القلب واللسان على تدبر القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. وقد كان لسلفنا الصالح اجتهاد عجيب مبهر في رمضان في قراءة القرآن والاشتغال به. فهذا شهاب الدين الزهري من الأئمة الأجلة، من رواة الصحيحين، كان يقول إذا دخل رمضان، يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وأنتم أيها الإخوة، شاركوا في إطعام الطعام، وساهموا في إفطار الصائمين، فإن شهر رمضان شهر الجود والإنفاق، لا شهر التقتير والإمساك. وإن الله يعطي المنفق خلفا، وتؤجر على إفطار الصائمين، تؤجر على إفطار عشرات الصائمين. وهذا الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ودراسته ومجالسة أهله. وأما سفيان الثوري فكان إذا دخل رمضان أقبل على قراءة القرآن وترك جميع العبادة. وهذا الأسود بن يزيد يختم القرآن
في كل ست ليال مرة، فإذا دخل رمضان يختمه في كل ليلتين. وقتادة ابن دعامة السدوسي يختم القرآن في كل سبع ليال، فإذا دخل رمضان ختمه في كل ثلاث ليال، فإذا دخل العشر الأخير ففي كل ليلة. وهذه الأخبار أيها الكرام إنما هي غيض من فيض، وإنك لترى أن للقرآن شأنا آخر عند سلفنا إذا دخل رمضان. والقرآن والصيام أيها الإخوة لا يفترقان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أنه يعيش الشهر ذاكراً متضرعاً خاشعاً لربه تبارك وتعالى. وانظر إلى هذه الآية التي جاءت متخللة بين أحكام الصيام. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وانظر قبل النظر في سياق هذه الآية، انظر إلى بديع سبكها وجميل نظمها، وكيف تلاءمت وتناسبت الألفاظ ونظم الكلام مع المعنى المراد. هذه الآية فيها إشارة إلى التوحيد، ولما كان المراد من هذه الآية التعبير عن قرب الله تعالى من عبده حذف الواسطة فقرب المسافة. قارن هذه بين غيرها من أخواتها، مثلا: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، إلى غيرها من هذه الآيات. في جميعها واسطة، واسطة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه المبلغ عن ربه شريعته. لكن لما كان الأمر متعلقاً بالعلاقة بين العبد وربه حذف الواسطة فقرب المسافة. وأيضاً انظر إلى الالتفات من صيغة الخطاب إلى صيغة التكلم. وإذا سألك عبادي عني، هذا خطاب، فإني قريب، يلتفت من صيغة الخطاب إلى صيغة التكلم مباشرة، وهذه كلها إشارات إلى التوحيد. لكن هذه الآية جاءت متخللة بين أحكام الصيام، فإن قبلها يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم تأتي هذه. ولهذا يقول ابن كثير، يقول: وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل عند كل فطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر باستجابة الدعوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. كان الله قادراً على أن يجعل الشهور كلها كشهر واحد، لكنه سبحانه اصطفى رمضان ففتح فيه أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وصفد فيه الشياطين، وجعل فيه ليلة هي خير من كل من ألف، هي خير من ألف شهر. فليكن هذا باعثاً لنا على أن نجتهد في الطاعات والقربات عن ساعد الجد قبل أن يفوت الأوان. فالوقت من ذهب إن لم تدركه ذهب، وعند الصباح يحمد القوم السرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.